خلونا نتعرف على حشرة القراد البرية. حشرة القراد يعني طبعا هاي من الطفيليات اللي بتتطفل على البشرة، لكن نحن بنعرف انه حجمها صغير، لكن اللي عايشة في الغابات الاستوائية تكون حجمها كبير وتلتصق بالبشرة بشكل قوي جدا، تسبب آلام هائلة جدا جدا. طبعا هاي أصيبت بشكل كبير من القراد. طبعا القراد بسبب أمراض تانية، أحيانا بسبب أحيانا بسبب أمراض داء الكلب، أحيانا بسبب أمراض تحوية الكائنات الحيوانية، مثلا أمراض تانية بتنقلها للبشر. طبعا أول شي بدك تحط معقمات لإزالة القراد مشان يموت القراد، لأنه يعني بقوم متشبث بشكل هائل على الجلد. لاحظوا على كل وحدة شاد حجمها كبير جدا. طبعا هاي أنواع معقمات. طبعا زمان حطيت لها معقمات وداخلت شوي القرادة، لما بدك تشيلها ما بتنشال بالعين، يعني بتكون كلبة بالجلد، طبقة الجلد.